معقولة يا جماعة كوبايتين دي هنعمل حاجة كده حلوة جدا بجد، كيكة كل يوم حلوة قوي للفطار بقى كده أو للعشاء، سهلة وبسيطة ومقاديرها موجودة عندك في البيت. هتزينيها بقى بالصوصات بقى كده، الشوكولاتة بقى الوايت أو الدارك، سهلة جدا وبسيطة، وهتعملي منها معيار كتير جدا. عايزة أقول لك كل ده بكوبايتين دقيق بس. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا اللي أسهل منها مفيش. كل اللي عليكي هتجيبي الكبة بتاعتك أو الخلاط، وهتحطي فيه 3 بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة، وهتحطي كوباية حليب، كوباية زيت، وكمان هننزل بحوالي كوباية ونص من السكر، والسكر حسب الرغبة، وهتحطي كيس فانيليا، وتضربي بقى كل المقادير دي كده كلها مع بعض لحد ما تتكون كده كله يدوب مع بعضه وتبقى ايه، كريمية ولونها فاتح. هتنزليها بقى في البولة بتاعتك وتكوني بقى محضرة حوالي 2 دقيق منقولين. هنقلب كويس جدا بقى عشان ما يبقاش فيه تكتلات او اي حاجة خالص في اتجاه واحد. تقلبي كويس قوي كده لحد ما يكون معاكي القوام بقى الايه، الكيك بتاعنا العادي. هتحطي بقى كيس كيك شيف كده محسن، وبعد كده هتقلبي كويس جدا، هتقلبي لحد ما تختفي التكتلات والدقيق كله يدوب خالص. هتجيبي بقى القوالب بتاعتك بقى، عايزاها في قوالب اللي هي الحرارية، عايزاها مثلا في السيليكون، عايزاها في القالب اللي انا عملت فيه ده كده المستطيل اللي هو الانجليش كيك، خرجي منه الهواء كده بالشكل ده. وطبعا الفرن متولع على درجة 180 في الرف الوسط، ولازم ترشيه دهنة سمنة او رشة دقيق. برضو عندي هنا القوالب اللي هي ديت اللي بقولك عليها الحرارية، برضو هتشكلي فيها الشكل اللي انت عايزاه. بتخش بقى الفرن، بتخرج بالشكل الهش الطري الجميل ده، ريحتها بجد تحفة. عايزة تسيبيها لحد هنا تمام جدا بجد، شكلها وطعمها وريحتها جميلة قوي. انا هنا كان عندي صوص شوكولاتة بقى سيحته كده، شوكولاتة بقى اللي هي الوايت دي اللي هي بتاعت الشوكولاتة الخام، سيحتها وحطيت شوية بقى كده من البيضة. عايزة اقولك الاولاد كلها بيحبوها بالشكل ده، لانها بتدي طعم كده زي الكيكات اللي احنا بنشتريها جاهزه من بره او الجاتو. وممكن تنزلي كمان عليها بقى شويه من الشوكليت بقى اللي هي الدارك دي، برده بتديها شكل برده غني جدا وجميل. بعد ما تخلصي تزيين ضروري جدا تخش التلاجة بس 5 دقايق عشان الشوكولاته بقى ايه تمسك معاك، عشان الجو حر عندنا كده فلازم بقى ايه تمسك معانا وتجمد. ودي اللي كانت اللي هي بقى في الشكل التاني اللي احنا حطيناه في القوالب اللي هي الحراريه، برده خرجت معايا. عايزه اقول لك هشه وطريه برده، واديتها نفس الشكل، اشكال بسيطه بقى. التشكيل ده بتاعك انت، هتحطي شويه برضو دارك وشويه وايت، وبقى باي خل عندك بقى تعملي الحركه دي، هتديكي برضو شكل جميل جدا لما تبرد والشوكولاته تمسك عليها، بتديها طعم وشكل حلوين قوي. عايزه اقول لك مقاديرها بسيطه خالص بس بجد طعمها خيال، هتوفري فيها فلوس كتير جدا بدل الكيكات والبسكوتات اللي بنشتريها من بره. اعمليها لاولادك يفطروا بيها، سهله وجميله، ممكن تحطها لهم كمان بقى في اللانش بوكس ايام الامتحانات، بجد بسيطه وسهله، وتحطيها معاكي برضو انت كده في الفطار، جميلة ومعاييرها بجد بسيطة. تعالوا نقطعها مع بعض واوريكم شكلها. بصوا بقى قد ايه هي هشة وطرية جدا من جوه. هنا الشوكولاتة معايا جمدت اهي ومسكت شوية. بصوا دي اول قطعة، طبعا لازم بتبقى كده غير طبعا التانية والتالتة، بس انا عايزة اوريكم من جوه الارتفاع عاملة ازاي وهشة ازاي وطرية وطعمها حكاية. وتعالوا بقى نشوف اللي هي الشكل المربع التاني. بصوا بقى دي طلعت بقى كده جميلة ورقيقة كده معايا وهشة وجميلة قوي. بصوا بتتقطع في منتهى السهولة، تقطعيها الأشكال اللي انت عايزاها، شايفة الجمال تحفة، مفيش أسهل من كده بجد، روعة، لازم تجربوها. شايفين؟ أنا متأكدة انها هتعجبكم، ما تنسونيش في لايك حلو منكم وشير.